سنة بعد النجاح الكبير اللي حققته الجزائر والرياضة الجزائرية بمناسبة ألعاب البحر الأبيض المتوسط في 75، حقق عميد النوادي الجزائرية مدية الجزائر نجاح كبير على مستوى إفريقيا بمناسبة أول مشاركة لفريق جزائري في كأس إفريقيا للفرق البطلة، وهذا أمام وعلى حساب حافية كوناكري. نتيجة اللقاء الأول 3-0 بعد لقاء صعب للغاية، و 3-0 في اللقاء الثاني بملعب 5 جويلية. هدف هدف روعة من باش الثانية والثالثة. شوف العمل الفردي الكبير وباليسرى، سلام روعة، ماهيش سهلة، ما يسجلش. شفت ما يسجلش، غريبة. كانش لاعب يعني بدون حراسة، بطلوني حاول يراوغ، بطلوني فتحة هدف هدف ثاني. يا سلام، بطلوني مرة أخرى، روعة والله. ذكرني لما كانت الكرة عنده هنا على الجهة اليمنى، تفكرت الهدف اللي كان سجله خلال مقابلة الجزائر وفرنسا في ألعاب المتوسط، و خطرت البالي باللي لازم يكون هدف، وفعلا كان، واثمرت النتيجه المجهود الجبار لبطروني اثر المراوغه ودخل بوسري. بوسري لمن؟ بطروني من هناك الان، بطروني في انطلاقه نتاعو، صاحبه قدامه، بطروني يتوخر كثير، بطروني ويسجل، روعه، بطروني يفوز مره اخرى. فعلا الكره المقابله ماشيه لي الوقت الإضافي انتهى، وبعد الهدف الثاني لبطروني وتعديل النتيجة، كانت سلسلة ضربات الجزاء هي الفاصلة بين الفريقين. التصويبة الأولى، والنجاح في الأخير كان حليف فريق مولودية الجزائر اللي فاز هكذا، واللي أول مرة في التاريخ الكرة الجزائرية فاز بكأس إفريقيا للأندية البطلة في ديسمبر 76. فرحة عند الجمهور، وتتويج فريق كامل قوي بقيادة المدرب القدير عبد الحميد زوبا. وش يعمل بن شيخ؟ قوة يظهر، يسجل الهدف الثاني، 2-0 لصالح مولودية الجزائر الآن. هذا يسجل يسجل يسجل، رقم 10 باشتا، التصويبة الثالثة، 3-1. ما يسجلش، لا يوفق، وهكذا مولودية الجزائر الآن يبدو لي وأنها ظن. هذا باشي قائد فريق مولودية الجزائر. والمصورين يتلقوا صعوبة أمام الازدحام الكبير، يعني نعذرهم صعوبة كبيرة باش يلتقطوا الصور الحقيقية لأبطال الجزائر من أبناء إفريقيا ليتسلموا كأسهم، وشوفوا هذاك الازدحام الكبير والرائع اللي يبقى ذكرى خالدة في تاريخ الملعب الأولمبي وفي تاريخ الكرة الجزائرية. حميد زوبا، الناس يعرفوك، ربما يعرفوا أكثر حميد زوبا المدرب أكثر منه حميد زوبا اللاعب. حميد زوبا اللي كان لاعب، بديت في الاولمبي سانت اوجين بلوغين حاليا سانتوجي كما يقولوا هنا في العاصمه. بديت صغير، وكيف يعني جيت الكرة القدم؟ يعني الفريق كان معروف على كل حال. بديت الكره كما اللاعبين الكل، الزنقه هي اللي كانت، ما كانش بكري هذا، كان الوسع، ما الاوقات ديال الراحه هي
الكرة. ونقول على طول درك في البداية باللي الحمد لله اللي الله تعالى يعني وجهني لهذا الكرة، دت لي عقلي ملي أنا كنت صغير. الناس اللي عرفتهم هما اللي ردوني واش كنت، وردوني الإنسان اللي راني اليوم، وهذا من فضل الكرة. كاين بزاف بالك اللي قراو شخصيات يعني، وينما ما كانش عندهم الحظ يلاقيوا الناس اللي وجهوه المهنه اللي سبقوهم، وكيما صبت انا على طول. درك نقول لك الاول هو عبد القادر فيرود، يعني الكره فيها كانت فيها فايده كبيره للانسان، للتطوير الانسان. اليوم راهي فايده فيها فايده في فايده الماده، الباقي كل يعني خاطر الناس بكري كانوا يخموا باللي الوقت الرياضه محدد، وينما يبقى الانسان يتمشى باش الانسان يفيد وراه. بديت في لو ام اس ثاني على راس الكلاب هذاك. ذاك الوقت كانوا الناس اللي نقول لك اليوم على راس الكلاب هذاك اليوم ينجموا يكونوا هما الغوفرنمون اليوم. علاش؟ خاطر كانوا شخصيات يعني مثقفه، وشخصيات كانت كانوا يعابروا حتى في الفرنسيس. حتى الدوزيام اني كادي وانا في لو ام اس ما انا ولايسيس الكلوب نتاع الفرنسيس كان في سانت جانتين لايسيس، ويتبعوا على كل حال وراني في لايسيس. على كل حال الوضع نتاعي في وقت واحد مع ماهوش هو كان صغير عليا. اما انا الوضع الاجتماعي الوضع نتاعي تغير يعني. الامكانيات نتاع لايسيس اكبر من امكانيات لو ام اس، وكان عندي الحظ مع في لو ام اس لعبت مع مصطفى زيتوني وانا صغير. اما انا راني في لايسيس باش نقصروا ما نطولوش، راني في لايسيس. يجي واحد قاوري قال لي ودي واش راك تواسي هنا، قال لي علاش ما تروحش لفرنسا. انا ما نعرف حتى واحد في فرنسا، وانا في عمري 18 سنه ما نعرف حتى واحد في فرنسا. قال لي انا نعرف الناس وكذا. فينالمون دار الكونتاكت مع صحابو وراني في فرنسا. الشيخ بابا على كل حال ما حبش وكذا، في الاخر فهم الوضع وخاف، خاف علي بنادم، خافني نتبحر. راني في فرنسا وانا وعدته قبل ما نروح باللي ما نجمش ننسى الحاله اللي خليت انا ونبقى عايش في الوهم. ايه الدراهم الاولانيين تاع البريزيدون وين كنت هذا في لوف سينيور، كي قلت له روح نبعث الدراهم هذو 300,000 قال قلت روح نبعثهم لبابا. فهمته، قال لي خليك باباك الى في سافي، قال لي دار حياته خليه، التهب روحك انت وهذو خبيهم ومن بعد غدوه اتعاونوا. بصح الا عطيتهم له اليوم، قال لي هو كي الرمل في البحر دفق الماء غلبته في الراي. قال لي بصح ما تبعتهمش منا، ابعتهم كيما تدخل من بير مدرسه. ايه رانا تما. جات واحد النهار جيني بريا، قال لي ودي عندك رونديفو مع انسان الكافيه في قهوه اللي يقولوا لها لو غلاسي في نيور. رحت لتم هذيك القهوه هذيك الساعه 12، ما الساعه 12 وراني تم نستنى حتى الواحدة ونص، والسيد اللي عطاني رانديفو راهو تم بصح يشبه في قاوري ما عرفتوش. وانت ما كنتش تعرفو يعني. ما نعرفوش. ما الساعه ونص الواحدة ونص جا دنا ليا قال لي ودي انت فلان. انا خاف نكون بالك هدرت للبوليسيه،
هو كان يراقب فيك. يراقب يقول لك بلاك دروك يجيو البوليسية أو ما كانوا يخافوا بكريلي. حذر هو مش خوف ما حذر. هاي ها فهمني الطورة والحصول الجبهة وفهمني وأعطاني وعد نهار الفلاني في لابراسيلي هذيك في القهوة لابلاس سان ميشيل كافي لو ديبار قهوة يقولوا لها لو ديبار. أما أنا ومعزوزة ما كانش بعيد عليها كان في لاغرون كومب رانا تم رانا تم في الموعد. هم جاوا للسكان وجاء بوشاش وجاء الحصول المسؤول من تم قال يا ودي تروحوا تجوزوا على بلجيك هاول هاول العنوان في بروكسل ما تكتبوه ما حفظوه تمتم على طول رحنا لايرو لاغار بس هنا بروكسل بون الألمان بول بون روم إيطاليا وصلنا للريو دارجنتين هذه في إيطاليا صبنا المسؤول تم على طول ثاني هو درنا كنا شوية مدينا الحوايج ولا شيء ولا واحد فينا أخذ حاجة المسؤول نتاع الجبهة خشل لنا حوايج هيا وغدوة من ذاك صبح صبحنا في تونس في تونس وهنا ما بقيناش لاعبين كرة عاديين دخلونا في واحد الجو اللي راحين نوليه واش راحين نوليه نرجعوا واش راحين نرجعوا لاعبين كرة بصح محملين مسؤولية ميسيون هي لا ميسيون هذه هي تجي تكميل يقولوا هما تجي تكميل للناس اللي راهي في الغيب في الجبال والناس اللي راهم المسؤولين ثاني اللي راهم في المدن اما لا انت الفريق هذا الهدف نتاعو الاول هو اللي تكون ريزونانس انترناسيونال خاطر علاش ذاك الوقت كان زيتوني ومخلوفي وبنتيفور وبوش بوش وابراهيم ابراهيمي هذو كانوا داروهم في لاليست لا كوب دي موند نتاع 58 اللي كانت تلعبت في 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 لا سويد هاو الفريق هذا يلعب يوري باللي الجزائر بلاد وناس قادرين على يقودوا بلاد وكانت شويه صعيبه على المسؤولين في 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 العاصمات الاوروبيه وحتى العربيه واش كي يجوز الفريق جلبنا شوية المحبة لسيمباتي نتاع الناس اللي كانوا شوية ها شوية ها ها حتى في أوروبا كيف كيف ال بريزيدون دو لاسامبلي ناسيونال نتاع البولوني يعني الناس اللي ما كانوش ما خلوناش ما كانوش حابين الان ناسيونال يتلعب وندخلوا بال 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 بالعلام في بعد كي رفضوا المسؤولين تاعنا رفضوا ما نلعبوش من بعد خلونا لو بريزيدون لاسامبلي ناسيونال بولوني هذا قالنا الا كان تلعبوا البالون بهذا الذكاء وهذا لورغانيزاسيون فوزافي دي زوم كابابل دو جيري فوتر باي والله العظيم هكذا بعد ما كان رفض ما قبلش مع الاولاد رفض بلو سيتي ليكيب دو ريف يعني لا دريم تيم بالنسبه لنا ندخل اسبانيا اليوم زيد لها شويه القوه نتاع الالمان شويه القوه تاع الالمان سيتي لا دريم تيم يعني حاجه احنا اللي كنا نلعبوا اللور كنا نطلبوا البالون للكبار اللي كانوا القدام باش ما يوصلكمش والله ما عندك البال غير يبقى غير من الوسط للقدام دي زوم دو تري غاند فالور يعني ذاك الوقت ذاك الوقت وين يعني الاهداف نتاع اللي خموا باش يجمعوا الفريق هذا في فرنسا كان عندهم وعي يقولوا اون ايدي دو جيني ايه فوالا وكنا في تونس يعني تغيرنا ما بقيناش رياضيين لاعبين نتاع كره برك لا تغيرنا دخلنا في وثاني كنا وتكونتوا يعني تكوننا وثم الفرق التونسيه طلبت من الجبهه تعطيهم كل واحد في فريق انا طحت في 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 مونستير
مونستير ومن ثم يعني بدات جاتك الفكره تاع التدريب. تاع التدريب عرفت واحد لونترينور الماني يقولوا له غوتندورف هو اللي قال لي راني نشوف فيك فهمني وساعه ساعه يقول لي سخنهم وحاصل هو اللي ومونستير كنت مدرب نتاعهم وطلعوا القسم الاول وكانت كان فريق نتاع رئيس تونسي هذاك الوقت حبيب بورقيبه بقيت في تونس ومن بعد مع الاستقلال رجعت للبلاد لا لا عاودت وليت لسويسرا من تونس رحت لسويسرا على طول على طول كمدرب لاعب مدرب كمدرب ها هو البريمي كونترا نتاعي مكتوبه بالهدف في لا سويس الماني كانت مكتوبه بالالمانيه لا 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 بالفرنساويه اسوسياسيون اي هنا فوتبول سويسرا الاول رحت ليكول دو سبور دو ماكولا معروفه في العالم خدمت فيها في شهور باش عطوني الدبلوم او تم الاستيغلانج الاخر في انترنيت واحد الكلام تاع بريمير ديفيزيون عام معهم كملنا 6 ايام في واحد العام واحد النهار ديبي سيزون 63 64 النيم يلعبوا ماتش اميكال في جنيف رحت لفيرود عبد القادر فيرود حكيت له قلت له ودي هاي كيفاش كيفاش وماذا بيا نغمق في هذا المهنه نتاع التدريب قال لي معليش عندهم ماتش اميكال في سوشو مش بعيد على جنيف رحت لعبت لعبني ميتون بعد ما خرجنيش خلاني كملت حصلت تبعته وبقيت معاه عامين ونص في نيم في نيم من بعد باش كان مدرب كان مدرب معروف ومشهور 18 سنه واحد من احسن المدربين في هذاك الوقت في 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 فرنسا واش ما عرفت وعرفني ثاني يديني مع الاستاج دو فورماسيون عرفت جون سنيل هذا حتى في جنيف شوف الواحد هذا شتي غير وصلت ما نعرف حتى واحد وعندي 10 فراك سويس في 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 مكتوبي وشوف الواحد ندخل في هذا يعطيني بعض المعلومات وراني في ليكول دو فورماسيون في ماكولا هذه ويبدا الشامبيونا سويس أربعة ولا سانكيام ماتش دو لا سيزون نطيحوا في جنيف سيرفيت غرانج سيرفيت عندنا في غرانج في الليل ونغلبوهم 3-1 والله غير هربت عليه حشمت هربت عليه جاء حوس عليا سنيلا وما فيليسيتي هو اللي كان لونترينور تاع سيرفيت ومن بعد غمقت معاه أكثر كي جاء لهنا انترينا النهد عام وانا وياه هنايا يجي الكسكسي هو كان يحب الطعام تاعنا حتى هذاك يعني اعطاني جانب اخر من الامكانيات اللازمه للمدرب هو صفته كامام عبد القادر فيرود عسكري يعني في زوج يجيو مدرب امكانية يعني الكاليتي نتاعهم الثنائي هذا يقدر يدير مدرب يجي مدرب والله تعالى يعطيك منا ينحيك منا واش في زوج خذيت منهم واحد الهدوء الاخر التنويع عبد القادر فيرود التنويع اللي درتو البارح تعاودوا ليهم بصح مش بنفس الصفه تزيد تبدلوا ديما تبدل يقول هو باللي اللعاب ديما يحوس عليك وين راك رايح خاطر الا كان دخلت في الروتين اللعاب ما يتطورش يبقى في مستواه واحد قبل ما يجي او عارف واش راح يصير وعبد القادر فيرو كان ضد من هذا الشيء هذا ديت في بلعباس صبت ناس يعني صبت ناس على راس النادي يعني مستوى مرتفع كان ديجا يعني لورغانيزاسيون مودرن كان
نوعية يعني. وحتى اللاعبين كان عندهم فريق مليح، فريق وشن أنا إحنا كي ولينا الجزائر ولينا بصفتنا محترفين، وبلينا بالعقلية هذه للخدمة، الخدمة 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 هي اللي توصل لكل شيء. في الأول كن نبقى وندربوا في الفراق ينخلعوا يعني تجيهم خدمة بزاف، ما كانوش مولفين. وعني من بعد بالكلاب بالمفاهمة وبالعقل والحظ، ولابد من النتائج، من النتائج هي ثاني اللي تحقق الشيء اللي راك تقول فيه والشيء اللي راهم يواسيوا فيه. ما في بالعباس العام الأول سعد الفريق الدرجة الأولى. عام من بعد دخلت الفريق الوطني كمدرب مع عبد العزيز بن تيفور، مع صديقك عبد العزيز بن تيفور. انت كمشوارك يعني كلاعب كمدافع، وعبد العزيز بن تيفور كمهاجم، يعني ودتو كونتو في الفريق الوطني الثنائي. الثنائي هو البريمي ديو تاع ذاك الوقت، خذينا لي زيسبوار. دربت المنتخب الوطني 69 71 ومن بعد مشيت، ومن بعد عاودت رجعت ست مرات. من بعد من بعد بالعباس جيت البوفريك عام ثاني 69 70 وقيلة ثاني، صبت ناس لباس، وثاني فريق كان لباس به ثاني لجيسكا. الماتش الاخراني مع لجيسكا في 68 كنا اكزيكو، غلبونا 1-0 ذاك العام وطلعوا. من بعد انترينيت لوناكو هنا في الجزائر، بعدين جات المولودية. المولودية ثاني وقتاش بديت مع المولودية؟ 74 لا خبطو، كان حبس كان 74 انا كي جيت الوقت هذاك ما كانش لي زادجوان، وما كانش لانترينور ديال لي غارديان، وما كان غير طبيب. كان عندي الطبيب والماسور والفينانسي، ويعني مالوفي كاياس محمد بن مرابط طبيب، كاياس الماسور، مالوفي الفينانسي، ويوسف حسينة كيما ديريكتور سبورتيف. يعني هاو لي طا ماجور ديال البريزيدان الاول. العام الاول كان فرحات بلامان، معاه مصطفى قطرانجي الله يرحمه، ودريش الله يرحمهم. تما خذينا البطولة. العام الثاني دخل ظريف، ثم اللي بصح العام الأول ثاني على الخدمة هذه اللاعبين ما قبلوش التعب، كي اللي اشتكاهوا للمسيرين كنت قاسي يعني تدريبات، يعني تدريبات يعني اللي وشن. من بعد فهموا باللي التعب هو اللي يتعب، كي تتعب تولي تتعب الخصم. فهموا خاطر بصح في الاول كانوا طلبوا يبدلوني، عشان من بعد شهرين قال يا ودي هذا ما مصيب هذا بزاف. والناس كانوا يقولوا باللي خاطر هما يشتكيوا في برا، والناس يقولوا يحبطنا السيد هذا يحبطنا. مالا بلامان وخطرانجي واللي ديريجون يقولوا له احنا قلنا له يحبطها، خاطر علاش يسمعوا فيا نتكلم وفهموا هما فهموا باللي الخدمه تغيرت على الرياضيين. ولا نقولوا كنقولوا ستة مدرب يعني دور، يعني الصرامه كانت لا ريغور كانت والانضباط يعني لا ديسيبلين والخدمه، يعني هذا كل الاشياء اللي كانت حاجات جديده يعني. هذوك هما اللي كانوا خاصين، الباقي كان عندهم، الباقي اللعب كان عندهم. بصح اللعب هذا لابد يتركب على قاعده اون اورغانيزاسيون، وثاني على الفهم.
الشيء اللي عطاه لك الله تعالى ما تنجمش تدخلوا ملا كل واحد فيهم يدخل يلعب كما يحب هو ولا كما يعرف هو. لا لا، فهموا في الاخر باللي الامكانيات هذه كلها تتوجه للخطة، نتفاهموا كيفاش راح نلعب. من بعد انت الخيار ليك واش يلزم ندخلوا بخطة، كي يكون عندك البالون نعرفوا واش رانا راح نواسيو ونحضروا لك الحلول. بصح الا ما تفهمناش غير انت اللي راك عارف واش راح تواسي. يبقى الفرد، يبقى الفرد عواد يعني تطوير. مجموعة الأفراد يكونوا فريق بشرط. إذا كان كل واحد فيهم دار المجهود نتاعه للفهم. هذا تكوين الأعوام هذوك يعني تاع 74 75 76 يعني كانت أعوام تاع الأحلام يعني تاع الحلم تاع الفريق الكبير تاع مولودية الجزائر. دليل البطولات اللي ربحتهم والكؤوس اللي ربحتهم وبالأخص كأس إفريقيا، أول كأس إفريقي حصل عليه فريق جزائري ألا وهو فريق مولودية الجزائر. بس هذا كل السبب نتاعه هو الخدمة، كيف فهموا الأولاد أمكانياتهم كانت كبيرة، أمكانية الفنية كانت كبيرة واش نخص الانضباط والصرامة باش ولا كملنا العام خذينا البطولة. العام الثاني كنت رايح للموك بعد تشقلل هذيك اللي صارت ما حملتهاش أنا، قال كيفاش في الأخر فينا الموك ظريف أرجع وكصفته إنسان مسجع من الكبار ديال المولودية. إيه تفهمنا وقدامهم أنا قلت يا ودي اللي درناه العام اللي جاز هاولي هاو واش راح نديرو العام الجاي نزيدو ما أكثر. درنا تحضير في يوغوسلافيا، جينا بدينا والله تعالى سهل. رحنا لكوب دي المغرب في نوفمبر في تونس، غلبنا الترجي وطحنا في الفينال مع الكلوب افريقيا 2-2 غلبونا في لي بينالتي. ثم القرار تخذى ما بين المسيرين يعني ظريف وحسينة، ودخلت المولودية في لكوب افريقيا. هذيك لكوب افريقيا ثاني دخلناها ك بداية أليسي وينما احنا ما قلناش كما ذوك يقولوا ليسانسيال ايتي في ما تقدرش تقول انت الفايدة اللي رانا وصلنا خلاص هذا قاع زيادة خلاص ديموبيليزاو الدراري. كي تقول هذا قاع زيادة ديموبيليزاو الدراري. احنا لا، ذاك الوقت كي كنا نربحوا ماتش نربحوا نجوزوا للطبقة الجاية ما كناش نقولوا الليسانسيال وصلنا الربع ولا النصف النهائي، لا كنا نقولوا لابد ان نربحوها باش نزيدوا، لابد ان نربحوا باش نزيدوا، يعني كنا نتحضروا ما كناش نقولوا وصلنا للدمي فينال فيها بركه، لا لا لا. دائما الانسان يطمع يزيد. بقينا موبيليزي، بقينا هكذاك موبيليزي حتى الاخر. وثاني الشيء اللي باش يفهموه الدراري ذاك الوقت، اللاعبين ذاك الوقت، حتى انا كانت عندي كارير معكم مش غير نتوما اللي عندكم كارير، انا عندي تاني كارير في وسطكم. ما تنجمش تلعب كما تحب، امبوسيبل. كاين امكان كاين اماكن وين العب بامكانياتك بالصح في ال 75 متر نتاع الاخرى، 75 متر الاخرى طريقه وين تعطيها وين تطلبها. كان نظام تاع لعب كان لابد. ويقولوا ذاك الوقت هذا الفريق الاول الوحيد اللي خذا ثلث اللقاء الألقاب في عام واحد، البطوله والكاس والكاس افريقيا. الكاس افريقيا يقولوا الثاني مانشستر يونايتد
في 87، الثالث مورينو في 2003 في بورتو. في بورتو فيه ذكريات أخرى ولا هذه هما أجمل الذكريات؟ هذو هما في الحقيقة حتى في دربت الكازورال كنت في 77 بعد في شهر 8 صارت هذيك لا ريفورم نحوني من المولودية وحطوني في القبة يعني بدون سبب. هيا جو فريق ليبي طلب مني، رحت قعدت 3 سنوات، كي رجعت منعوني ندرب في الدرجة الأولى وحتى الدرجة الثانية. هيا دخلت في لاكازورال وباش نرجع لكلامك يعني حتى في لاكازورال والله العظيم ما عندي فرق ما بين يعني ثاني عشت مدة فيها ترفيه، خاطر ثاني عرفت ناس، وثاني خدمت عام في سور الغزلان. كي نسمع درك يقولوا الناس أنا ما نطرينيش كيب صغيرة على الكارد فيزيت نتاعي مدربين يتكلموا هكذا يعني، والله غير عيب والله. الوضع جعل خدمت في لاكازورال مع الناس الله يرحمه واحد رمضاني، هذا محمود رمضاني، هذا كانت الليكيب نتاعه، وثاني كانوا الليكيب كانوا رجال المسؤولين على الفريق، ثاني ناس تعلمت منهم الهدوء والتربية. حتى صور الغزلان كيف الناس ثاني بلاد نتاع فوتبول، ثاني هذوك دينا الدوزيام ديفيزيون اللي اسمه القبة وبوفاريك والصور. ديرني ماتش ربي ما سهلش، الله تعالى جعل بوفاريك يطلعوا والصور يجي ثاني. ولا يعني اذا وين جست كل يعني ما نجمش نقول اليوم مع المنتخب الوطني يعني النتائج يعني ما حصلت على ألقاب مع المنتخب الوطني، هل فيها السبب ولا السر ولا انت دربت المنتخب الوطني عدة مرات؟ علاش ما كانش سر، علاش ما كملتش ديما خلي البلاصة اللي جاي مرايا تبدا عمل كي يحصل عيطوا لك كي يحصل كي تحصل يعني رئيس الاتحاد الاتحادية ما يصيب حتى واحد، يجي انا كجندي عسكري يعني وغاردابول ليكيب ناسيونال مش تحوسوا عليا وقت لا نرفض ونعيط لحبيبي عبد الحميد كرمالي يصبح هنا ناخذ ذاك المشوار. وشن قبل ما نبداو قال يا ودي حوسوا على واحد، احنا عندي هذا الماتش وهذا الماتش، احنا رانا نكملوا حتى يصيبوا واحد. مره اخذها فرقاني، مرة أخذ ماجير، مرة أخذ البلج هذا ليكنز، مرة أخذ مهداوي. من 75 و 6 مرات كل مرة وين شوية ما كان حتى واحد نجي وغير نسلكوا لي ماتش هذوك نخليوها. هذه هي السبة تاع إن شاء الله الناس اللي خلطوني أخذوا مني كما أخذت أنا من الناس يعني. هذا عبد القادر فيرود الله يرحمه يقول الانترينار يعني المدرب اللي ما يخليش البصمة نتاعه في فريق ما هوش مدرب. وباش تخلي البصمة في فريق ما كانش حاجة تجوز قبل التدريب. زيد ما تكلمتناش شوية يعني الذوق نتاعك يعني نتاع حياتك كرة القدم والذوق نتاعك الكبير الشعبي. حاج محمد العنقة عندي اسمه ديالو هنا الشعبي، طفح الشعبي هذه من 47 بلاك ولا 48 وانا صغير تبعت هذه الحكايه هذه وصبت فيه فائده.
بكري الشعبي والبالون كان نتاع ولاد الزنقة. عيب يعني بنادم يتبع شعبي ولا يتبع البالون، علاش؟ خاطر ما فيهم حتى فايدة. قلت لك في الأول، قلت لك الحمد لله اللي جاب جابني ربي البالون هذا. واش من الشعبي المحيط نتاعو اللي عجبني، خذيت منه العقل الهدوء وتربيت ثاني في وسط الناس الشعبي، تربيت فهمت، عدت نفهم اش كتبوا الشعراء الله يرحمهم، وشوف قرون وما زال الكلام هذاك ما زال اليوم عنده قيمة، ما زال يتمشى حتى اليوم. هكذا فهمني أنا عبد القادر فيرود، يعني توجور ديما بنادم يتكلم مع الرياضيين ويرفع المستواه باش يسيف عليهم يفهم، يسيف عليهم يحوسوا يفهم، وهذا هو الدور نتاع الإنسان اللي يعلم. ما تنجمش تجي انت باش تعلم وتتكلم تحت. بارك الله فيك. We'll be right back.